السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابع قناة تعلم من تحت الفين ما كنت في الوطن العربي الكبير، أرحب بك في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم بإذن الله سوف أشاركك من خلاله أفضل 3 تطبيقات لمشاهدة القنوات الرياضية العالمية وأيضا العربية بجودة عالية على هاتفك. هذه تطبيقات بمناسبة اقتراب كأس أمم إفريقيا، والتي بطبيعة الحال نتمنى فيها التوفيق لمنتخبتنا العربية الجزائر، مصر، تونس والمغرب كذلك. بالنسبة للتطبيقات هذه هي أيقونتها كما تشاهد معي 3 تطبيقات. التطبيق الأول موجود على متجر جوجل بلاي، هو تطبيق جديد لتشغيله تحتاج لتطبيق MX Player، والذي كذلك موجود على متجر جوجل بلاي. بعد الدخول للتطبيق سوف تختار التصنيفات في أقصى اليسار، وسوف يتحول بك لهذه الواجهة. تنتظر قليلا لكي يعطيك قائمة من القنوات المتوفرة عليك. كما تشاهد معي عدد كبير جدا من القنوات، يمكنك طبعا الاختيار بين القنوات طبعا الإخبارية، القنوات الأطفال، قنوات يعني الموسيقى، قنوات الرياضة، قنوات يعني السينما كذلك. يعني يبقى لك الاختيار بين القنوات التي تريد، لكن ما يهمنا اليوم بطبيعة الحال هو متابعة القنوات الرياضية والقنوات الناقلة بطبيعة الحال لبطولة كأس إفريقيا. وطبعا سوف نذهب مباشرة للقنوات العربية، ومنها طبعا قناة أو قنوات بين سبورت. سوف تجد يعني قنوات بين لوحدها، وستجد بين سبورت، يعني بين سبورت هي التي تشتغل ولا تشتغل القنوات المكتوب عليها بين لوحدها. بعد الدخول لبين سبورت سوف تشتغل معك بهذا الشكل، وكما ستشاهد معي جودة عالية، وطبعا لا توجد هناك أي تقطعات على مستوى البث. إذن كما تشاهد هذه هي القناة الأولى التي قمنا بوضعها، وكما تلاحظ يعني جودة الصورة جيدة، وأيضا القناة تشتغل بشكل جيد. نضع أيضا قناة بين سبورت 2 وسوف نرى هل ستشتغل بشكل جيد. سوف تلاحظ معي أمر ربما سلبي نسبيا، وهو التأخر في اشتغال القنوات، لكن عندما تشتغل فهي تبقى أو يعني يكون هناك ثبات كبير في الـ يعني لما تشتغل القناة. وسوف تلاحظ معي هذا الأمر، يعني القناة الآن تعمل بشكل جيد جدا. إذن أعتقد أن هذا كل ما يخص التطبيق الأول. يعني كما قلت هناك قائمة كبيرة من القنوات، هنا فقط سوف نتحدث اليوم عن القنوات الرياضية، وكما شاهدت معي فهي تشتغل بشكل جيد. بالنسبة للتطبيق الثاني كذلك لا يقل يعني أهمية من التطبيق الأول، وكذلك هو تطبيق جديد أعتقد أنه لأول مرة سيتم التطرق إليه. تطبيق هو Global Live Sport TV، يعني خاص بالقنوات الرياضية. كما ستشاهد معي هنا تختار فقط العربية، وسوف تجد قائمة من القنوات الرياضية العربية، أبو ظبي الرياضية، كذلك دبي، وأيضا قنوات بين الناقلة للكأس أمم إفريقيا. وهنا تختار القناة التي تريد، نختار بين سبور هنا وننتظر لحين اشتغالها. إذن كما تشاهد معي هنا تشتغل، وتشتغل بجودة عالية. ستنتبه لهذا الأمر عندما تقوم بتجريب التطبيق، ويعني لا يوجد هناك أي تقطعات. لا يمكنني ترك القناة أكثر وقت، يعني لأنه بطبيعة الحال هناك حقوق الطبع، وبالتالي لا يمكننا متابعتها لوقت طويل. لكن أؤكد بأن القنوات تشتغل بجودة عالية، وأيضا حتى ولو لا تكون لديك انترنت عالية فإن القناة تشتغل معك بشكل جيد. إذن كما تشاهد فهي تعمل بشكل جيد.
سوف أمر الآن للتطبيق الثالث والذي أعتبره الأفضل بين كل التطبيقات، وهو غني عن التعريف، تطبيق موب درو. هذا التطبيق الرائع الذي يعطي قائمة كبيرة من القنوات أيضا، لكن سوف ندخل إلى صنف القنوات الرياضية والتي سوف تجد فيها عدد كبير من القنوات كما تشاهد معي هنا. وسوف نذهب إلى القنوات الرياضية العربية، قنوات بين سبورت، وسوف تجد أو سوف تلاحظ بأنها تشتغل بكفاءة عالية أيضا وبدون أي انقطاعات على مستوى الصورة. كما شاهدت معي سوف أتحول لقناة أخرى لكي أثبت بأن طبعا القنوات تشتغل بشكل جيد. نضع بين سبورت 3، والملاحظ أن القنوات تشتغل بسرعة كبيرة، وكما تلاحظ يعني تشتغل بكفاءة عالية كما قلت. إذن هذا كل ما في شرح اليوم. بالنسبة لرابطات التطبيقات سوف تجده كما جرت العادة أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. شكرا لك على حسن المتابعة، أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الشرح. إن كان الأمر كذلك لا تبخل علي بالنقر على زر لايك، وإن كنت تشاهد القناة لأول مرة لا تنسى الضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بالجديد الدائم بإذن الله. إلى اللقاء.